آل محمد، اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، وعلى أهل بيتك المظلومين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، يا قتيل العبرات، يا غريب يا مظلوم كربلاء، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. تبكي العيون بدمعها المتورد حزنا للداود في بقيع الغرقد، تبكي العيون دما لفقد مبرز من آل أحمد مثله لم يفقدي. أي النواظر لا تفيض دموعها، أي النواظر لا تفيض دموعها حزنا لمأتم جعفر بن محمد، حزنا لمأتم جعفر بن خلنا نحبك واليلوم يلوم، خلنا نحبك واليلوم يلوم، خلنا يا من شخصك أبد ما بي، خلنا مصابك بالقلب نيران، خلها يا ابو الكاظم تشب صبح ومسية، خلها يا ابو الكاظم تشب صبح لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال سيدنا ومولانا جعفر بن محمد الصادق عليه السلام لهشام بن الحكم: مثلك فليكلم الناس. صدق سيدنا ومولانا جعفر بن محمد الصادق وصي رسول الله محمد صلى الله وسلم على محمد وآل محمد. الإمام الصادق سلام الله عليه استخدم لفظ فليكلم، قال لهشام: مثلك فليكلم الناس. ومن هنا نعلم ونعرف لماذا هناك علم سمي بعلم الكلام. علم الكلام هو العلم الذي يقتدر به إثبات العقائد الدينية ودفع الشبهات بالأدلة والبراهين. هناك شبهات كثيرة ظهرت، من هذه الشبهات أن الصفات التي يوصف بها الخلق كالعلم والقدرة والحياة لا يمكن أن نصف بها الله عز وجل. هذه شبهة من الشبهات خرج بها جهم بن صفوان المذهب الجهل. هشام بن الحكم تلميذ الإمام الصادق قبل أن يعتنق مذهب أهل البيت كان جهل، كان من أتباع هذا المذهب. شلون اعتنق مذهب أهل البيت؟ طبعا كان عنده قوة وقدرة كلامية عجيبة، يعني منذ أيام الجهمية قبل أن يعتنق مذهب أهل البيت عنده قدرة كلامية عجيبة، يقدر يفحم الآخرين ويقنعهم. هو يقول: كنت أفحم الآخرين ولكن أشعر داخلي أنني لست على صواب، لأنه يخالف الفطرة، ليس على العقيدة السليمة. كيف اعتنق مذهب أهل البيت؟ صارت له قصة. هذا الشخص كان عنده عم اسمه عمرو بن يزيد،
شيعي من أتباع الإمام الصادق، طلب من عمه أن يدخله على الإمام. ليش؟ يريد يناظر الإمام الصادق، ثقة كبيرة في النفس. يعني هذا يدل على أن حقيقة عنده قدرة كلامية عجيبة. استأذن عمرو بن يزيد الإمام الصادق، أذن له بالله. عمرو بن يزيد وهو يمشي إلى هشام، ذاهب إلى هشام، توقف قليلا، شعر بالخوف. هذا يعني مشكلة، هذا يعني الإنسان يبذله يعني يتوجه نحو الأعمال والمعنويات اللي تزيد من اليقين من العقيدة. ليش توقف عمرو بن يزيد؟ تذكر أن هشام قوي في المناظرة، بتعبيرهم أنا لا خبيثا في المناظرات، يعني قوية. خاف على الإمام الصادق من هشام، فتوقف قليلا، لا وكمل، رجع إلى الإمام، ما ذهب إلى هشام، قال له يا مولاي هذا هشام ترى خبيث في المناظرات. نظر عليه الإمام قال له تتخوف علي من هشام؟ يعني عمرو بن يزيد شيعي، ينبغي أن شلون يؤمن ويعتقد بأن هذا إمام معصوم أمين على الوحي، عنده ميراث الأنبياء، كيف يخشى على الإمام الصادق من هشام ابن الحكم؟ خجل خجلا شديدا من الإمام، علم بخطئه، ذهب وأدخل هشام على الجماعة. سأله الإمام مسألة، سأل هشام، احتار في الجواب، طلب من الإمام أن يمهله أياما، خرج أيام يطلب الجواب ما وجد جواب، رجع مرة أخرى إلى الإمام الصادق، أعطاه الإمام الجواب، ثم سأله مسألة أخرى، بس هذه المسألة تختلف عن المسألة الأولى، هذه المسألة فيها فساد مذهبي. خرج هشام مهتما مغموم، يقول هشام بقيت أياما في حيرتي مغموم بسبب هذه المسألة، اكتشف من خلالها فساد مذهبي الجهمي. بعد ذلك طلب من عمرو بن يزيد عمه أن يدخله مرة أخرى على الإمام. جاء عمرو بن يزيد يستأذن الإمام هشام بالدخول، ما قبل، كان لحكمة، قال لعمرو بن يزيد قل لهشام أن ينتظرني في المكان الفلاني، موضع سماه لا يوم غد، وعليكم السلام، يوم غد إذا راح النهار. هشام سبق الإمام في ذلك الموضع، بقي في هذا الموضع ينتظر الإمام الصادق، وإذا بالإمام الصادق، هذا هشام يقول الإمام الصادق أقبل على بغلة له ووقف عند هشام، يقول هشام أهالني منظره، شعر بهيبة رعب، ما قدر يتفوه بكلمة واحدة، والإمام ينظر إليه ينتظر يتكلم، واللي طلب الإمام ما قدر يتكلم. الإمام شاف الوضع هكذا انصرف، الإمام تركه وانصرف. يقول هشام علمت بعد ذلك أن هذا الرعب، هذه الهيبة من الله عز وجل، لمكانة هذا الإمام وموقعه من الرب الجليل. بعد هذه الحادثة وأيضا بسبب المسألة التي سأله إياها فيها فساد مذهبه، اعتنق مذهب أهل البيت في فترة قصيرة، وصل إلى أعلى المراتب في فترة قصيرة. ليش فترة قصيرة؟ لأن هذا التجمع الرسالي من كان عند الإمام الصادق كان يعتمد على أمرين، كفاءة وتقوى. هشام توفر عنده الأمرين، الكفاءة والتقوى. ترى كفاءة بدون تقوى ما ينفع، يعني لو نلاحظ إن الآن كثير يعني ممكن موجود من العلماء ومعممين، لكن إذا صار ما في تقوى يضل الطريق. واتقوا الله ويعلمكم الله، لا بد يجمع بين الأمرين، كفاءة في طلب العلم وتقوى. هشام جمع الأمرين، ولذلك وصل وهو في سن صغير، لم يخط عارضه بعد، ما اكتملت لحيته، وصل إلى مراتب عالية رضوان الله تعالى عليه. كان يعتمد عليه الإمام الصادق في المناظرات، كان تخصصه ماذا؟ المناظرات في العقيدة، إثبات الإمامة. لذلك يقال أن ما عنده إلا رواية واحدة فقط في الفقه، والباقي كله في العقيدة، تخصص مناظرات.
كان يقول في حقه الإمام الصادق عندما يقبل يقول هذا ناصرنا بقلبه ولسانه ويده رضوان الله تعالى. هكذا كان هشام بن حكم وكثير من تلامذة الإمام الصادق سلام الله عليه، هذا الإمام العظيم الذي تربى على يديه تلامذة كثير بأبيه وأمه، إمام الفقهاء. ولكن بنو العباس أبوا إلا أن يطفئوا هذا النور الساطع، أيوا إماما وسيدا ومظلوما، نوح على النسمة برضك يا المدينة، أي أقرأ وياي، نوح على النسمة برضك يا المدينة، أي جعفر إمام الدين بالسم غادرين، جاروا بني العباس ما روح مولينا، ولينا عاش ملوم باسمنا الحسين، أيوة إماما وسيدا، والله يصرخ الناعي بقلب معلوم، والله يصرخ الناعي بقلب صادق المات ما سماه، وعليه تنتحل طلاب العلوم، والله وعليه تنتحل طلاب لكن نقول تخف الهموم، ما مايات ما مات من الماي محروم، اي اي والله ما مات من الماي، اي 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 محروم، اه وحسيناه وسيدا ولا سحقت القايم ولا سلموا من عند الهدوم، وحسيناها أولي أبو اليمة يا مظلوم يا مظلوم، عقبا سموا زينب وكلثوم، يا 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 والله عقبا سموا زينب الضائعات بعدك ضعنا. بسم الله الرحمن الرحيم، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا الله 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 يا الله، اللهم إنا نسألك وندعوك ونقسم عليك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكبر، وبحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، صل على محمد وآل محمد وعجل لوليك الفرج. اللهم ارحم موتانا وشاف مرضانا، اقضي حوائجنا يسر أمورنا، وإلى مقام سيدنا ومولانا جعفر بن محمد الصادق عليه